إذا حان وقت إخراج الزكاة وكان بعض من مالي داخلا في مضاربة، فكيف تكون زكاة هذا المال؟ هل أزكي عن رأس المال والأرباح أم عن الأرباح فقط؟ ومتى يحل وقت زكاة هذا المال؟ إذا تم عليه الحول، إذا تم عليه الحول وهو في ملكك تجب فيه الزكاة على رأس المال وعلى الربح، والربح حوله حول رأس المال، حول الربح حول رأس المال، فتزكيه مع الربح مع رأس المال، تدفع ربع العشر. نعم.